بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس الجمهورية الصينية الشعبية، أصحاب الجلالة والسمو والفماخ والفخامة، معالي الأستاذ أحمد بلغيث الأمين العام لجماعة الدول العربية، السيدة والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أولاً أن أقدم إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عزيز آل سعود حفظ الله ورعاه، ومن خلال جلالته إلى حكومتي وشعب الملك العربي السعودي الشقيقة خالص الشكر وعظيم الامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين خطيت بهما أنا والوفد المرافق لي منذ وصولنا إلى البلد الكريم المملكة العربية السعودية. كما أحيي التنظيم الجيد لأعمال هذه القمة التي نتوقع منها بثقة ارتقاء العلاقات العربية السعودية نحو آفاق أوسع الازدهار والتقدم في مختلف مجالات التعاون المشترك بيننا وبين جمهورية الصين الشعبية. إنني على يقين من أن هذا القمة ستسهم في مراعاة الرؤية والسياسات بشأن القضايا الثائرية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي تعزيز الحوار السياسي والموافق المشترك التي تهدف إلى حماية المصالح العربية والصينية ودعم السلام الدولي والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات. كما أنني مقتنع بأن هذا الدورة الأولى للقمة العربية الصينية التي ستستضيفها المملكة العربية الصينية الشقيقة، بالإضافة إلى أهمتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين الدول العربية وجمهور الصين الشعبية، ستسهم في خلق روح جديدة للشراكة العربية الصينية على أساس متينة وواضحة تمهد الطريق لتنسيق سياسي وتعاون وتكامل اقتصادي ناجح، ونأمل أن تكون حافزة قويا للالتحاق بالعلاقات العربية الصينية نحو آفاق أوسع بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين. في الواقع على مدار 70 عاما وأكثر الماضية منذ تأسيس الصين الجديدة، كانت الصين والدول العربية دائما تحترم بعضها البعض وتعامل بعضها بعضا على قدم المساواة. لذا فإن هذه القمة الصينية العربية الأولى هي حدث كبير وخطوة مهمة نتخذها منذ التزام رئيس جمهورية الصين الشعبية بمضاعفة التبادل التجاري مع دول الخليج بين عام 2014 و2023. ومن هنا فإنني أحيي روح الصداقة والاستعداد للعمل يدا بيد لبناء المجتمع العربي الصيني الذي نريده من أجل مستقبل مشترك زاهر. تتجلى هذه الروح في التعاون المدوج الذي تمكنا من ترسيخه في مكافحة جائحة كوفيد، وفي التعاون الناشي بين الأطراف الصينية والعربية على أساس المنفعة المبادلات والشراكات المبيحة الجنين. الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أذكر هنا بأن بلدي جمهور القوات المتحدة قد شرع في إصلاحات اقتصادية ودبلوماسية جديدة بهدف تنفيذ رؤية طموحة للارتقاء بالبلد إلى مرتبة الدول الصاعدة بحلول عام 2030. وفي إطار رؤيتها عقدت حكومة جزر القمر بالفعل مؤتمرا شركاء التنمية في باريس في عام 2019 بجناح كبير. وفي عقب هذا المؤتمر وبعد كوفيد-19 التي أثبت الزخمة المكتسبة في باريس، نظمت الحكومة القمرية اجتماعا رفيع المستوى بشأن متابعة مؤتمر شركاء التنمية في جزر القمر. كان هذا الاجتماع على مستوى توقعنا ومكن في تسجيل إعلانات تمتيت جديدة لعدد إطلاق عملية جديد وتعبئة إعلانات خطوة العمل التنمية والتنفيذ الفاعل لخطة جزر القمر الصاعد بحلول عام 2000. كما مكن هذا الاجتماع من مشاركة توجهات
الاستراتيجية لحكومة الإمارات إطلاق التنمية المستدامة في بلاد وإيرادتها إلى مسار الظهور في إطار جندة الاتحاد الأفريقي حتى عام 1063 وجنة الأمم المتحدة حتى عام 2030. ذلك أود أن أشاهد الجميع في إطار هذه القمة السنية العربية مساعدتنا في تنفيذ مشاريع وتوصيات هذا الاجتماع رفيع المستوى بشأن متابعة خطة عمل البرنامج. وفي الختام أنتهز هذه الفرصة لأعبر هنا عن خالص الشكر والامتنان للدول العربية والصناديق العربية المتخصصة في مشاركتها الفعالات والعناية المطروحة، وأشكر جمهورية السنة الشعبية على دعمها المتواصل للتمنية لمشاريعنا. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.